كتب الله سبحانه وتعالى أن نخرج بطريقة أخرى، وهي طريقة منهج القلاع الخمس، بعد الطلب من مدارس الخاصة والمدارس الحكومية بأن يكون هناك منهج لخمسة أيام. فقبل طريقة عمانية علمية لتحفيظ القرآن الكريم، بداية ما هي أركان الحلقات القرآنية؟ بالطبع أركان الحلقات القرآنية متعلم، لا بد أن يكون هناك طالب، والأمر الآخر معلم، والأمر الآخر الطريقة. بالنسبة للمتعلم والمعلم، ذكر الدكتور عبد الله أنه لا بد من الشخص أن يأخذ هذا العلم من شيخ متقن يتلقنه. أما المتعلم فهو الطالب، والجميع لا بد أن يعني أن يدفع بابنه إلى هذه الحلقات. أما الطريقة وهي الطرق، والطرق كثيرة جدا، منهم مثلا في بعض الدول، في تركيا مثلا لا يحفظون القرآن إلا بالطريقة العثمانية، ولكن لا يحفظ القرآن إلا بهذه الطريقة. وتأتي إلى دول أخرى يقول كل أحد يعني كما يقال يقول أن هذه هي الطريقة المثلى لحفظ القرآن الكريم. اليوم إن شاء الله تعالى نذكر طريقة أيضا لحفظ القرآن الكريم، وبالإمكان الإنسان أن يبتكر طرق كثيرة جدا لحفظ القرآن الكريم. قد يكون يراها الشخص هي مثلى، وقد يراها الشخص أنها غير مثلى، فكل أحد بطريقته. طبعا الطريقة العلمية، ما فائدة الطريقة العلمية؟ الطريقة العلمية بداية هي تجذب اهتمام المتعلم، فتجد لو كانت عندك مثلا تجربة في المختبر، تجد إذا الطالب فقط دعني أقول يعني يأتي بالحبر ويضعه في الماء وينتشر الحبر، تلقائيا الطلاب عندهم تشويق بهذا الجانب. فلذلك الطريقة العلمية مهمة جدا، لأنها ماذا؟ تجذب اهتمام المتعلم. فمهم جدا إدخال حفظ القرآن الكريم بالطرق العلمية. لماذا؟ لأنها ستجذب اهتمام المتعلم. أيضا تقوم الطرق العلمية على التشويق والإثارة بقدر الإمكان. يعني مهم أن يدخل في المناهج طرق تشويق وإثارة تجذب انتباه المتعلم. في السابق كنا يعني الدكتور عبد الله ذكر بعض الطرق تدريس القرآن الكريم، إذا كان أحد ممكن يشاركنا. يعني ذكر الدكتور عبد الله في درس قبل قليل في ورقته أن هناك طرق لتلقي القرآن الكريم. أحد؟ تلقين والاستماع والعرض والحرف أيضا. جميل، جزاكم الله خير. إذن هنا من طرق أيضا أنها تجذب الانتباه. يعني مهم أن هذه الطريقة تجذب انتباه الطالب، تساعد على حب الاستطلاع، أن الطالب يندفع بنفسه. كما يقال نحن في السابق فقط تلقينا القرآن هكذا من المعلم أو بالطرق التي ذكرها الدكتور، تساعد على التفاعل الإيجابي مع الدرس، تحدث تآلف بين المعلم والمتعلم. بعد أن جربنا هذه الطريقة وجدنا سبحان الله أن هناك تفاعل عجيب غريب بين الطالب والمتعلم بسبب ما فيها من إثارة وتشويق. طبعا اليوم إن شاء الله تعالى أنا أذكر عن منهج القلاع الخمس، هو جديد، يعني افتتحنا إن شاء الله تعالى في هذه الندوة منهج جديد تم وقفه للمدرسة القرآنية الوقفية بولاية العامرات. وقفنا المنهج بريعه بكل شيء إلى المدرسة القرآنية بولاية العامرات. طريقة عمانية، أول شيء أنها طريقة عمانية تحتوي على جداول واضحة وسهلة، تقوم على الإثارة والتشويق، تجذب الانتباه المتعلم، تحدث تآلف بين المتعلم والمعلم، وقوة مخرجاتها من يحفظ بها بإذن الله سبحانه وتعالى لا ينسى القرآن الكريم. هذا الغلاف الذي تم تصميمه للنسخة كما يقال التي بإذن الله سبحانه وتعالى سوف تنتشر بإذن الله سبحانه وتعالى في دول العالم، لأنه بعض الدول بدأت تطلب هذه الطريقة. تصميم بعض القلاع حتى يتعرفوا على التراث العماني الموجود في سلطنة عمان. طبعا المفاهيم الموجودة في العنوان القلاع، الجميع يعرف القلاع في عمان. الخمس نسبة لعدد الأيام التي يحتوي أو يقوم الطالب فيها بالدراسة.
لماذا القلاع الخمس على القلاع السبع؟ القلاع السبع فيه سبعة أيام، لا بد أن يلتزم الطالب بسبعة أيام في لدراسة القرآن الكريم، بينما خمس لأن الدراسة معنا عبارة عن خمسة أيام، لذلك قصر المنهج إلى خمسة أيام. هذه بعض القلاع الموجودة، أظن الجميع يعرف هذه القلاع. هذه القلعة الأولى قلعة نخل، والقلعة هناك نزوة للميراني، وهنا قلعة بهلة. القلاع الخمس هذا الشكل، ضربنا مثال عليها مثلا من سورة الزلزلة سورة العاديات، يعيد الطالب قراءتها وهكذا إلى آخر المقرر الذي يريده. طبعا مدة البرنامج مدته 4 أشهر، فصل الدراسي الأول يتناسب مع النظام الدراسي، يتناسب مع المنظومات التعليمية أنها تحتوي على فصول دراسية، فصل دراسي شهر 9 و10 و11 و12، بعد ذلك يرتاح الطالب، وبعد ذلك الفصل الثاني 2 و3 و4 و5، وبعد ذلك تكون عنده إجازة صيفية. المنهج يتناسب بالإمكان في الحفظ الذاتي، يقوم الطالب بنفسه يحفظ ذاتيا، بالإمكان طبعا بعد تلقيه من معلم، يعني يحفظ ذاتيا في البيت، لكن لابد أن يتلقى من عندي معلم في المدارس الخاصة أو المدارس الحكومية، وكذلك في السكنات الداخلية أو على مستوى الأسرة بنفسها. بعض النظريات التي استخدمت في تأليف هذا المنهج، يعني المنهج هو عبارة عن نظريات، لا نريد حافظ لكتاب الله فقط، إنما نريد أن نبني شخصية مسلمة، هذه الشخصية قادرة على تحمل المسؤوليات، فلذلك تم تأليف هذا المنهج وفق نظريات علمية في تطوير الذات. النظرية الأولى اتخاذ القرار، تجعل من يحفظ بهذه الطريقة أن يتخذ قرارا بنفسه، لأنه مطالب أن يتخذ، يقول مثلا كم تريد أن تحفظ، جزء، جزئين، ثلاثة، القرآن كاملة، فتجعل لابد من المعلم أن يلقن الطالب أنه لابد أن يكون شخصية ذات قرار واتخاذ قرار، فيجعل من يطبقه صاحب قدرة على اتخاذ القرار. فهي يقول المتعلم باختيار هدفه العام، يقول مثلا أريد أن أحفظ جزء، جزئين، أو ثلاثة، أو القرآن كاملا في 4 أشهر، فهي على حسب ماذا الطالب ماذا يريد بنفسه، ولكن المعلم هنا يصبح دوره دور توجيهي. مثلا أن أحفظ القرآن، أن أحفظ جزءا من القرآن الكريم في 4 أشهر، وهو ما يسمى الهدف العام بالنسبة للنظريات التربوية، هدف عام، هدف خاص، هدف إجرائي. هنا أن أحفظ 6، مثلا مثال على ذلك، أن أحفظ 6 صفحات من القرآن الكريم في فصل دراسي كامل، وسوف يكون هدفي الإجرائي 4 أو 3 آيات في اليوم الواحد. النظرية الثانية التي بني عليها وهي نظرية أكل الضفادع، يعني سمحوا لنا شوية، يعني نظرية أكل الضفادع، هذا الضفدع هدف عام شوية، ثقيل شوية، لو قلنا لكم تأكل الضفادع ما حدا يأكل الضفادع، ما صح؟ فما مشكلة، زين لو قلنا لكم أمر أنكم ما ممكن تخرجوا من هذه القاعة إلا ماكلين ضفدع، اللي ما يأكل ضفدع ما بيخرج من هنا، بتأكل ولا ما تأكل؟ ماشي، بس احنا بنسهلكم الموضوع شوية ونخلي الأمر شوية أسهل، يعني لو قلنا لكم أنكم ما داعي تأكلوا ضفدع كامل، كذا كامل ممكن يقطع شوية قطع صغار، أو أنه يقطع رجول وكذا، أو أنه هناك يقلى ويخلى قطع صغار، ولكن لازم تأكل إذا تريد تخرج، وين تختاره؟ أتوقع الأخير يعني، وأتوقع كلكم ماكلين ضفادع وسنانير وحمير وكذا، بسبب ماذا؟ الشوارم اللي تأكل المطاعم ما نعرفها إحنا أصلا ما هي وما عليها. فعلى كل حال هذه هي نظرية أكل الضفدع، how to eat the frog، يعني كيف يأكل الإنسان، يعني كيف يحقق أهدافه الكبيرة. الضفدع هدف صعب، ما ممكن أنك أنت تأكل ضفدع، طبعا على بعض الشعوب تأكل الضفادع، هدف الضفدع هدف صعب جدا، كذلك ممكن أنت عندك أهداف أخرى تريد تحققها، لكن من الصعوبة أنك تحققها، مثلا عندك دين 10,000، 10,000 أنت ما رأي تحقق هذا الهدف وتخلص من دينك،
فتقول أنا كيف بخلص منه؟ يا أخي روح وجزئ هذا الهدف، خليه قطع صغيرة كل يوم، لو تدفع 50 ريال 50 ريال 50 ريال بعد فترة ماذا؟ أنت تتخلص من جميع الدين. كذلك هذه النظرية How to eat the frog، يعني كيف تأكل الضفدع، هذه النظرية خلصت كثير من الناس من أهدافها. أهداف، عندك هدف تريد تحفظ القرآن الكريم، يا أخي حط نيتك حفظ القرآن الكريم كاملا، لكن كل فصل لو تأخذ ماذا؟ جزء واحد أو جزئين، وإن شاء الله تعالى بعد فترة ماذا؟ أتوصل إلى تحقيق الهدف. عندكم أنتم هنا في الولاية هذه عندكم كثير من الأشياء تريد تحققوها، لكن لما تشوف الأهداف كلها مع بعض تجد أن الأمر صعب، لكن لما تحاول كل مرة تخلص من هدف من الأهداف تجد أن الأمور ماذا؟ سهلة ويسيرة. لذلك يعني المنهج قائم على هذا المبدأ، أنك ماذا؟ تجزئ المصحف، تحفظ جزئين مرة واحدة صعب، لكن ماذا تقول؟ أن أحفظ 6 صفحات مرة واحدة أيضا صعب. ماذا أفعل؟ قل أحفظ صفحة واحدة في اليوم وأمشي وفق خطة مدروسة، وإن شاء الله تعالى تصل إلى حفظ القرآن الكريم كاملا، وممكن تجزئ إلى آية أو آيتين، ولكن تجعل النية موجودة. مثال المنهج هو يقسم بهذه الطريقة، القلعة الأولى الفجر من الآية 1 إلى الفجر الآية 5، وانت ماشي إلى أن يصل إلى المقرر الذي جعله ذلك الطالب. مثلا عندنا مثال، أتوقع أعطوكم أنتم هنا أعطوكم كتيبات، هذه الكتيبات ممكن أنك أنت ترسم عليها، لو جيت أنا قلت لكم مثلا رسموا هذه الأناناسة الموجودة في هذه الشاشة، لازم ترسم هذه الأناناسة وفق ما هي مرسومة، يعني تخرج لي شكل مثل هذا. أتوقع لما تبدي ترسموا هذه الأناناسة حد اللي يطلع حشيش، حد اللي يطلع، ما حد يرسم الأناناسة مثل ما هي موجودة بهذا الشكل. لكن هل ممكن أن نرسم الأناناسة بطريقة ذكية بطريقة تقسيم الأهداف؟ نعم ممكن، وبسهولة ويسر. فأنا لأجل الوقت ما بعطي المثال لأجل شرحه، لكن أوضح لكم هذا كيف المثال، كيف تستطيع أنك ترسم الأناناسة بطريقة ذكية وتوصل إلى النتيجة النهائية. كذلك لما كثير من الناس تحفظ القرآن الكريم بسبب عدم وجود الطريقة الصحيحة لحفظ القرآن الكريم، تجد هنا يحفظ منه ينسى من هنا، يحفظ من هنا آية ينسى منك 10 وانت وماشي. ايش السبب؟ سبب لعدم وجود طريقة واضحة، هو ما مرتب نفسه، لكن لو رتب نفسه ان شاء الله تعالى بيوصل الى الطريقة الصحيحة لحفظ القرآن الكريم. فهذا مثلا الشخص اراد يرسم الاناناسة، راح يقسم الى اقسام، فقال انا اول ابدي اسوي دائرة وبعد ذلك اسوي خط، وانت وماشي الى ان يصل الى رسم الاناناسة وتخرج رسمة الاناناسة بصورة ذكية. كذلك لو شخص اراد يحفظ القرآن الكريم كاملا يقسم في 3 سنوات، يقول السنة الأولى في الفصل الأول أحفظ 5 أجزاء، الفصل الثاني 5 أجزاء أخرى، إلى أن يصل إلى السنة الثالثة يخلص القرآن الكريم كاملا. حط هدف، قسم هذا الهدف إلى أقسام صغيرة، وصل إلى تحقيق الهدف. لكن إذا كان فقط هو بس يريد يحفظ لكنه ما حط طريقة صحيحة ولا مناسبة، ما بيوصل أبدا إلى تحقيق هذا الهدف. من بين النظريات التي صمم عليها المنهج احترام الوقت، وهو مبدأ ينبغي للإنسان أن يحترم الوقت. والله متى الندوة؟ قال الندوة في الوقت الفلاني، لازم إذا الجميع في هذا الوقت، عندك أنت محاضرة، عندك أي شيء، لابد أنك ماذا؟ تحترم الوقت. إذا كان المسلم لا يحترم الوقت، إذا من خلي هذا الجانب لمن؟ كثير من الناس تتأخر، يقول 5 دقائق إلا فقط ما مشكلة، لا، 5 دقائق هذه محسوبة وتسأل عنها. فهنا الوقت، هذا المنهج يخليك تحترم الوقت، مطالب إنك تختار أوقات تحفظ فيها، أوقات تراجع فيها، أوقات كذلك تراجع السابق، فاحترم هذه الأوقات. إذا احترمت هذه الأوقات، إذا ما احترمتها طبعا أنت تعاقب، إذا احترمتها تكافأ. فلا بد أنك تضع عقاب وثواب أيضا على هذه النقاط. فلذلك يوجد في الجدول لابد تحدد متى ستراجع حفظك السابق، متى تراجع الحفظ الجديد، متى ستراجع الحفظ الجديد أيضا، متى تحفظ الجديد، وأوقات التأدية والجلوس مع المعلم أيضا موجودة في النقاط.
من بين أيضا النظريات اللي هي نظرية العقاب والثواب. تعزيز، أنا عندي طالب مجتهد أنا أعزز. عملنا هذا الموضوع في الحلقات، الطالب اللي يحفظ صفحة نعطيه بطاقة يدخل فيها السحب، الطالب اللي ما يحفظ ما نعطي هذه البطاقة ويمكن نعاقبه حتى. بعد ذلك يمكن سحب على دراجات هوائية وغيره. ما شاء الله الطلاب مباشرة، هذا تعزيز، لازم تعزز وتروم أيضا كذلك تعاقب. أذكر كنا يعني من بين العقاب أن نجيب هذا الدبب الماء، دبب الماء ونشلهن يعني العزبة، فكان اللي يعاقب هو يروح يجيب هذا الدبب، هذا عقاب حاله لأنه ما التزم بشيء. قد يكون أنت تتخذ بعض العقاب، مثلا تعاقب نفسك أنك إذا ما التزمت بالخطة أو ما حفظت في ذلك اليوم، تعاقب نفسك بماذا؟ أنك تصوم 3 أيام أو تتصدق ب10 ريال لبناء مسجد. فأنت بذي الطريقة أنت ماذا؟ تستطيع تتخلص من العادات السيئة. شخص عنده عادات سيئة ما يستطيع يتخلص منها، مثلا مثال أكل كلمة هو يحلف والله العظيم أنكم لازم تدخلوا البيت، ما مستطيع أنه يتخلص من هذه العادة، هو فقط يحلف. ولا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم أن تبروا وتتقوا. فهنا الفكرة ماذا يفعل؟ يحاول بقدر الإمكان إذا حلف يدفع 10 ريال لمسجد باكر. وابو الشيمة ما يحلف أبدا، قل خلاص المسألة راح على الفلوس خلصها. فلازم تتخلص من العادات الموجودة معك، تتخلص منهم بماذا؟ تجعل لها عقاب، تصوم يوم تصوم يومين على كل هذه النقاط. نظرية الخامسة نظرية الإضافة البسيطة، أيضا يعلمك المنهج أنك أنت تضيف كل مرة إضافة بسيطة. كم من العلماء اللي يقول لك عالم فقط يحفظ كل يوم مسألة، كل يوم مسألة. فهي هذه النظرية يسميها نظرية الإضافة البسيطة. كم من الناس أفاقوا أقرانهم بماذا؟ بحفظ مثلا 5 كلمات كل يوم. يقول لك أنا أريد أتعلم لغة إنجليزية، أحفظ كل يوم 5 كلمات 5 كلمات. هذه كذلك أنت تراجع القديم وليكن جزء، ولكن تضيف ماذا؟ 2 صفحات أو تضيف 1 صفحة على حسب الخطة التي تسير عليها. فالقلعة قسمت إلى 6 أقسام، كل قلعة قسمت إلى 6 أقسام لأجل ماذا؟ مسألة الإضافة البسيطة. هذا الجدول جدول أنه لابد اليوم مثلا الأحد يراجع القلعة الأولى، يحفظ القسم الإضافة البسيطة، يتلوه بداية عند المعلم، بعد ذلك يحفظ، بعد ذلك يراجع 3 أيام بنفس الطريقة، بعد ذلك يوم الأربعاء يسمع ويراجع المحفوظ ويسمع عند المعلم ويقيم عليه، ويوم الخميس يتلو الذي سيحفظه في الأسبوع القادم. جاءت النظرية بهذه الطريقة. بعد ذلك النظرية الأخيرة التخطيط الاستراتيجي، يعلم الطالب مثلا أنه يخطط، يخطط في حفظه، يخطط في منهجه المدرسي، يخطط يعني طالب ما فقط هو يتلقن هكذا العلم، إنما ماذا؟ يكون شخصية قادرة على التخطيط في جميع أمور حياته. مثلا الكتاب المدرسي بكرة يتعلم الكتاب المدرسي أنه يحدد له أوقات للمذاكرة، وهذا الكتاب الآخر يحدد له الوقت آخر. كم من الطلاب معنا وكم من الأسر عندنا يعني كلام مكتوب جميل، يعني يقول لك أنه إحنا انتظم معنا البيت، أصبح الطالب الولد يذاكر بنفسه ويحضر بنفسه. كنا في السابق نتعب، فإحنا ما نريد يعني فقط شخص حافظ للقرآن الكريم، نريد شخصية قادرة على البناء. هذه بلادنا محتاجة إلى بناء، محتاجين شخصيات، شخصية مسلمة قادرة على العطاء، ما هي فقط حافظ للقرآن الكريم. الشيخ الدكتور سيف أكد على الجانب الأخلاقي، الجانب الأخلاقي أيضا محتاج أنه هذا الشخصية قادرة على أنه لو يحط جدول في كيفية معرفة الأشياء والمعاني الموجودة في القرآن الكريم. على كل حال يبدأ الدراسة هكذا، تبدأ الدراسة، القلعة قسمت إلى 6 أقسام، يبدأ الطالب بتلاوة القسم الصغير، بعد ذلك في الحصة الثانية يحفظ، في الحصة الثالثة يراجع لمدة 3 أيام الأحد الاثنين الثلاثاء بهذه الطريقة 3 أقسام، يأتي إلى الأربعاء يراجع ما حفظه في 3 أيام، بعد ذلك يسمع عند المعلم ويقيم، يأتي يوم الخميس يتلو ما سيحفظه في الأسبوع الذي بعده،
ويقيم عليه ويقيم على السلوك في الآخر موجود سلوك يقيم على سلوكه، ويأتي بعد ذلك ويحفظ الثلاثة الأقسام الأخرى حتى يكمل القلعة لتأتي له كمهمة بعد ذلك، لأنه موجه للأطفال الصغار يوجد تلوين أيضا للأطفال يوجد تلوين. خلاص خلصنا إحنا إن شاء الله حتى يكمل إن شاء الله تعالى جميع القلاع. بعد أن ينتهي من قلعة تأتي القلعة كمهمة أساسية للمراجعة ويضيف فيها إضافة بسيطة حتى يكمل جميع القلاع، ويوجد تقييم تلاوة والحفظ والسلوك والتلوين للطالب، وكذلك في النهاية أيضا يوجد تقييم نهائي. النظرية الأخيرة مراعاة الفروق الفردية، قد تجد طالب يعني هذا الطالب يستطيع أن يحفظ آية، هذا الطالب يستطيع أن يحفظ صفحة، الطالب يحفظ صفحة أخرى، فالطالب على حسب الطالب وعلى حسب القدرات بالإمكان أن يحفظ بهذه المنهج. طريقة التدريس بمنهج القلاع السبع: تعليم الطلاب كتابة الخطة واتخاذ القرار، تقسيم الطلاب إلى مستويات حتى يسهل التعامل معهم، اختيار المعلم الصغير حتى يساعد المعلم في مسألة الحفظ، تبدأ الحصة بتلاوة القسم لمدة نصف ساعة، بعدها نصف ساعة أخرى يحفظ، وبعدها النصف الآخر يراجع، وابتكار بعض أنواع التعزيز والعقاب. ونشكركم وجزاكم الله خير، نعتذر على الإطالة، جزاكم الله خير.